ونسمع معز بن غربية واللي كيب الكوليكا كان من بين ضيوفهم جوهر بن مبارك اللي خير في الأخير أنه يغادر البلاتو بعد مقطع برشا مداخلات للضيوف الموجودين حتى المحللين زادة كيف كيف آخرها في تدخل لسفيان بن فرحات وذي شنو صار بالضبط. تحب تجي تختار شنو المواضيع نقرر انا؟ لا لا وقت اللي نجي نتكلم في اللي نحب انا نختار المحاور وتجاوب عليهم توا. انت سامحني حقوقي وعملت شبكة دستورنا وكنت مكلف باش تعمل حكومة سنة بشكل حكومة وتحب زادة تولي صحافي تاخذ بلاصتي برشا يا راجل سايب عليك يا راجل خلينا نتكلم. لا ما خليش يكمل وانا ما خليكش تعمل بطريقة ما نخليك ما فماش هذه باش تجي ابني تحدث حسبني هوني يا ولدي خليني حاسبك 20 مرة انت في بالك اللي انا نجم قص عليك الميكرو في بالك ولا سولي معاش كان قص الميكرو يا سفيان انا حددنا معاش شنو بجاوب من بعد كبير يلا اقعد فيها راحتك كيما تحب انت اللي اختار في كراسي الفارغه انت اختار تفضل برح. دونك بعد معز في معز جونتيه ما وقت الرسمي هذا يكون خاطر قال انه معني كي سفيان بن فرحات تحكي كيفاش تجاوب مبارك قبل كي ندافع ضد النهضه بعد هو جوهر حصل في لباس تذكر سفيان عملنا مع حلقه حوارات كي سمعته يتكلم جيبوا لي اي تصريح اي تصريح انا قلت النهضه تذكر تصريحاته وستاتيو يا ربي قصة من نوفي هبطل قصة رسولته بتاعتي تصريحات ودي شيء 20 تصريح ان توكا معناتها معز بن غربية محايد جدا ويحب الضيوف الكل وما مي ما عندوش يعني نقول لكم من نادر انك تلقى صحفي في السياسه حتى في الكوره ما في السياسه بالحيد هذاك علاش الضيوف الكل يجيو من نادر تلقى زاد السياسي كما جوهر بن مبارك في كيفاش يقولوها هي الثبات على المبدا كما جوهر بن مبارك الحيد على المبدا جوهر بن مبارك اللي بعد ما غادر بلاتو كان هبط ستاتيو قال انه بلاتو ديوان عدواني ومعز بن غربية تصرف بمنطق العصابات واسلوب الكمين اعلام متداعي ومبتذل كان اللي في الوقت قريب برنامج محترما فصار خندقا للتشويه والكذب ولا التلفيق دونك هذا كان ستاتيو نتاعو اي في ام ام سا عامل له كمين هز السكر هو ولا شنو كناتري ولا ليش فيه جوهر بطل يسبب الفرحات استنى منطق العصابات واسلوب الكمين روق في الاعلام عنا اسلوب الكمين بيجي الكمين معروف هذاك شو كان المسألة هو شيء وبنتي خلاص كان وقت البرنامج مش محترم شنو كان وقت غريب البرنامج عنده جمعة قال كان برنامج محترم توصار خندقة ممكن يخبر محمد اليوسي هو محمد اليوسي بعد ابتسام شويخة بعد معز بن غربية وهو كان محلل أصلا في قناة تونس ديجا مع سيبارجيلا فبراس كان محترم هو كنت تقول لي كره معنا قار ولا مش قار موتلمو محايد انسحب شو لا نحى الكاسك نتاع الكاسك يعرفها مستانس بيها ماذا لا تحت يقعد فرد البلاصه ديجا نسمعوا معز الشرد من بعد احكي لنا سي المنظر كبير انت كان معناتها تنجم ترد الفعل هكا برشا تحليل وبرشا رياضيين كانوا زملائك في التحليل وهجموك. شوف انا بالنسبه لي كمنظر كبير ما عندي حتى بروبليم سيبني انا بالنسبه لي الريزولتا هي اخر حاجه الستاتيستيك لي ريزولتا بالنسبه لي ما ندفعش صحيح مره تغششت على ان جورناليست اما باقيين راني انا عندي دم بارد يعني تحب السبا 4-5-1 ولا 3-5-2 ولا تحب السبا 3-3-5-1 سبا معناتها فيها بين بوليفالون قولتك المشهورة شنو قولتك المشهورة النجم قولة نتاعك معروفة كلمة شهيرة جو سوي كابابل قول جو سوي كابابل باش طيح القدر ما عندي حتى باهي معز بن غربية وضح زاد على الفيسبوك اكزاكتومون زاد هبط ستاتيو قال انه جاور بن مبارك وقت اللي تم استدعائه في برنامج هنا تونس تم اعلامه بطبيعة البرنامج ولا معناها البرنامج الحوارية ومدة نتاعو زاد كيف قال كيفاش اقطع على الضيوف المحللين وكانت اخرها كما قلت لكم مع سفيان بن فرحات وقال تشالنج وقال نتكلم وقت اللي نحب وكيما نحب كما كنا نسمع في الإكستري فكان أن ذكرته بأنني المسؤول عن تنظيم التدخلات وأني قادر على قطع الصوت
هو قال زيد كيف معز في اخر ستاتيو لايف الحصه موجوده على صفحه الفقرتين الاخرانيين نقراهم كاملين. فكان ان ذكرته بان المسؤول عن تنظيم التدخلات وانني قادر على قطع الفقرتين الاخرانيين. سامحني لايف الحصه موجوده على صفحه الديوان. وتحدى جوهر بن مبارك ان يجد فيها موقفا واحدا فيه ما وصفه بمنطق العصابات واسلوب الكمين والتداعي والابتذال والتشويه والكذب والتلفيق وما اليه من مفردات نفس الحقل البلاغي. هنا تونس ومنذ انطلاق هذا الموسم اي اقل من اسبوعين لم تتطرق لاي موضوع دون حضور كل الاطراف وعلى نفس المسافه من الجميع. ولكم سديد الاستماع. يلا شنو رايك انت كارو ما كاروش ديجا اليوم ما فهميش الفقره هذه كارو ولا ما كاروش خرج شكون جوهر بن مبارك وما كاروش لا 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 اطراف الكوليكا من حقها تكون موجوده كاروش يعمل شيء موجوده براسه اي براسه كارو ما كاروش خرج انا كارو ما كار ما نعرفش زوز كيف وليد ما كاروش يا اخي علاش جاوب وواجه واحكي علاش اسلوب المغادره هذه فدني اسلوب المغادره كراسي الفارغه علاش الكراسي الفارغه الواحد علاش يقبل جاوب وكون موجود انت كرونيكر وتغادر ها الكرسي هذا حسن كنت فيه يخرج فيه انت المغادره فهمتني كارو ما كاروش رباب والله ما كاروش خرج خاطر يعرف بالقدالي عنده حق الرد من بعد عنده وقت معين ينجم يرد عليه حتى سؤالية الكوليكا ولا بلال كارو ما كاروش شور ما كاروش يخرج كارو يقعد ويواجه هو خاطرك هو راهو الحقيقه معناها ما نعرفش علاش حط روحه في المحطه ذي بعد 25 ما نعرفش علاش هو هز الحمل نتاع المعارضه لا انا نعرف علاش حتى انا نعرف جست حبيت يعني يقول فمش ما يهديه ربي ويرجع لحالته الطبيعيه انا حبيت يقعد اما ظاهر كان قعد كان باش يكون هو بده عرف ظهر اللي باش تكون نهايه ما اتعس من النهايه ذيك معناها دونك خلق له الهروب الى الامام الهروب الى الامام الهروب الى الامام الهروب الى الامام الهرب خرج من البيت علاش خرج من البيت ما معنى الهروب الى الامام وليد الهروب الى الامام ما معنى كلمه قلتها وحدك قبل ما نخرج فاصل ما معنى الهروب الى الامام معناها انا جيت حصلت عارف روحي غلط شنو قاعد باش تكعبر لي لازم نخرج هذا اسمه هروب الامام للامام نرجع تشد الهروب الى الامام يعني تعرف روحك غلط وديما القدام صحيح اي انا هذاك علاش غلط مواصل في الخطا مش معناها غادر يعني راهو مش هروب معناتها واحد هارب انا فلسفتي الهروب الى الامام معناتها انا قلت كلمه الاولاد قالوا لي غلطه شميتة فيهم نكمل فيها اي هما انا مثلا برشا ناس قالوا لي وليد راه ما يفهمش وانا خليته انا معك الهروب الى الامام الهروب الى الامام يعيز ولو تارو هذاك هو بالنسبه لي انا زاد عندي فلسفه نحب يا اخي سامحني ديكارت في العام خرج نظريات انا خرج زاد شنو مش برافو الهروب الى الامام برافو يلا فاصل